في حلقة النهاردة هي هتكون مجرد دردشة وتساؤلات، تساؤلات بسيطة عن اتنين من الممثلين كتر الكلام في الفترة اللي فاتت عن وجود خلاف بينهم، وهم عادل إمام ومحمد رمضان. أهلا بكم في قناة الإكسوس، معاكم كريم السيد. بتمنى قبل ما أبدأ كلامي تعمل لايك للفيديو، ولو أنت جديد في القناة تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو أنت برضو من محبين الترفيه وكل حاجة اشترك في قناة كريم السيد، هتلاقوا اللينك في الوصف تحت. ولو أنت برضو من محبين متابعة أخبار الفن عموما، مراجعة الأفلام والمسلسلات وكل حاجة، اشترك في قناة يوسف عبد الرحيم، هتلاقوا اللينك في الوصف تحت. ابتدت الحكاية من زمان، مش من زمان قوي يعني، من حوالي 11 سنة، والكلام اللي بقوله ده على لسان محمد رمضان، وده حصل في فيلم حسن ومرقص اللي كان من بطولة عادل إمام وعمر الشريف ومحمد إمام ولبلبة، والفيلم ده اتعرض بالتحديد في سنة 2008. ماله بقى فيلم حسن ومرقص بموضوعنا؟ أقول لكم أنا، محمد رمضان تم ترشيحه عشان يقوم بدور كبير في الفيلم ده من عمر الشريف. طب عمر الشريف هيرشحه للدور ليه؟ اقول لكم انا، ده لانه شارك معاه في مسلسل حنان وحنين اللي كان سنه 2007، والشهاده المشهوره اللي قالها عمر الشريف لمحمد رمضان انه هيبقى احسن ممثل وكده يعني، ولكن تم رفض محمد رمضان في الدور الكبير ده، وبعده ترشح لدور اصغر منه واترفض برضه. هو شاف انها مقصوده. انا شايف حاجه من وجهه نظري، يعني مش معنى ان حد يرفضك انه يكون بيع عندك او انك مش موهوب ولا حاجه، ممكن تكون حاجه بسيطه وهي ان الفيلم مش ليك مش اكتر، او حد تاني فعلا ممكن يكون لايق على الدور اكتر منك، وده رأي يعني. ونعدي الموضوع بسنين ومحمد رمضان يبتدي يشيل بطولات مطلقة لوحده، ويقدم مسرحية بعنوان اهلا رمضان. طب اهلا رمضان دي هتعرضها فين؟ هعرضها على مسرح الهرم، مش ده مسرح الزعيم؟ هو. طب هل محمد رمضان قاصد وبيعاند انه يمثل على نفس المسرح اللي مثل فيه عادل امام ولا لا؟ الاجابة على لسانه انه اختار المسرح ده لان موقعه كويس والناس هتعرف توصل ليه بسهولة، ووقعة تانية وهي الممثل الاعلى اجر. وده لما اتسأل محمد رمضان عن مين اعلى اجر في مصر، وقال انا، قال انا اعلى اجر في مصر، ومعنى كلامه انه تفوق على عادل امام في تحقيق الاعلى اجر. السؤال هنا، هل يقصد محمد رمضان انه بالفعل تفوق على عادل امام وانه هو الاعلى ام لا؟ ومن فترة، من فترة مش كتير، حوالي سنة ونص تقريبا، وده لما كان بيصور الزعيم مسلسل عوالم خفية على لسان محمد رمضان برضو، انه طلب من محمد امام انه يشارك ضيف شرف في مسلسل عوالم خفية، ولكن الزعيم رفض مشاركته. وهنا السؤال، لماذا يكثر الكلام في هذه المنطقة بين عادل إمام ومحمد رمضان، في حين ان كل واحد في جيل مختلف عن التاني تماما؟ حكايات كتير وحواديت اتمنى انها تنتهي. وفي حاجة غريبة برضو، ان عادل إمام التزم بالصمت ومردش عن اي حاجة من كلام محمد رمضان ده، سواء من كام سنة او لغاية دلوقتي. حاجة غريبة، بس مش غريبة على عادل إمام لانه دايما ما بيردش، ودي برضو بتبقى وجهات نظر يعني، في ممثل بيحب يرد وفي ممثل ما بيحبش يرد خالص، كل واحد حر. ودلوقتي بتمنى من كل الناس اللي كملت الحلقة تعمل شير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدات، ودي حاجة هتدينا حافز اننا نستمر في تنزيل كتير من التفاصيل والمعلومات الفنية اللي نقدر نفيدكم بيها الفترة اللي جاية. وسؤال الحلقة النهاردة هو، انا عايزكم تشاركوني الرأي، ليه بيكثر الكلام فعلا في الموضوع ده بين عادل امام ومحمد رمضان؟ هستنى اجاباتكم، واكتر 5 اجابات مقنعة هنختارها ونحطها في الحلقة الجاية بإذن الله، ودول الكومنتات اللي اخترناهم الحلقة اللي فاتت. وشكرا لاستماعكم، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.